صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن الله تبارك وتعالى اختص لنفسه بعد نبيه خاصة علاهم بتعليته وجعلهم الأدلاء إليه أئمة معصومين فاضلين كاملين، جعلهم الحجج على الورى والدعاة إليه والشفعاء بإذنه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. فاعتصموا بتقوى الله، يوصينا أمير المؤمنين عليه السلام، فإن لها حبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وبادر الموت وغمراته وأمهدوا له قبل حلوله وأعدوا له قبل نزوله، فإن الغاية القيامة، وكفى بذلك واعظا لمن عقل ومعتبرا لمن جهل. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله في السر والعلن وفي الليل والنهار، وبالتزود ليوم الفقر الأكبر، فإن خير الزاد التقوى. في مثل هذه الأيام تحتفي الملائكة في السماء والمؤمنون في الأرض بذكرى مولد شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض طوس، علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه وعلى آبائه. في هذه الولادة السعيدة وفي هذه الذكرى الخالدة لا يسعنا إلا أن نجثو بقلوبنا وعقولنا على شاطئ هذا البحر الممتد من رسول الله صلى الله عليه وآله معينه إلى خاتم الأوصياء والأئمة الأطهار الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجثو على ركابنا لننهل من معينهم ولننور عقولنا وقلوبنا بمواعظهم وتعاليمهم ووصاياهم. فكلامهم سلام الله عليه نور، والنور الذي يدخل
قلب العبد إنما يهديه إلى الصراط المستقيم ويثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تعالوا إلى تعاليم ووصايا ثامن الحجج والأئمة، إذ يقول عليه السلام في رواية منقولة عن أحد أصحابه: فرق أبو الحسن الرضا بخراسان ماله كله في يوم عرفة، فقال له الفضل بن سهل: إن هذا لمغرم. هذا الشيء يوقعك بالدين وأن تكون غريما ومحتاجا للآخرين. فقال عليه السلام: بل هو المغنم، لا تعدن مغرما ما ابتغيت به أجرا وكرما. صدق علي بن موسى سلام الله عليه. هكذا إذن عندما نعطي فلنتذكر أن ما نعطيه أجرا وكرما لا ينقص من مالنا شيء، إنما يزكو المال بالإنفاق، وإنما ما تعطونه هو تقدمة منكم لأنفسكم، أن تقدموا لأنفسكم خيرا. السائد في مجتمعاتنا أن المعطي يخسر وأن المعطي ينقص ماله وأنه يتردد في الإعطاء في سبيل الله، حتى وكأنه لا يصدق الفعل بالقول عندما يسمع آيات الله تبارك وتعالى تتلى عليه ويسمع مواعظ أهل البيت عليهم السلام في التأكيد على هذا الموضوع، ومع ذلك يجد الإنسان نفسه في كثير من الأحيان في موقع التردد وفي موقع الشك في أن ما ينفقه في سبيل الله إنما يرد إليه ويعوض عنه، وإنما هو في الواقع عطاء يسبب نمو المال، لأن الزكاة تعني فيما تعني أن تعطي بعضا من مالك لينمو البعض الآخر ويطهر ويزكو. ولذلك عندما تزكي الشجرة مثلا، أي تقلمها وتأخذ منها، هي لم تنقص في الحقيقة إلا مقدارا ما، لكن هذا النقص هو الذي يجعلها تخضر وتزهو وتورق وتنمو، لأن ما أخذت منها دفعها في تكوين الله وخلقه وصنعه أن تمتد أكثر فأكثر. كذلك المال في تكوين الله تبارك وتعالى وإرادته، أن من يعطي من ماله أجرا وكرما دون من، هذا يعني أنه يسبب في الإرادة الإلهية أن ينمو ماله ويزداد ويخضر. ما نراه في أئمة أهل البيت عليهم السلام وما رأيناه في إمامنا الرضا عليه السلام إنما هو تجسيد حقيقي لهذا الاعتقاد الراسخ بعطاء الله تبارك وتعالى، أنهم أوفقوا بما عند الله بما في عند الناس. لذلك كان فعلا كثير من المواقف الناس تشكل عليهم أن تنفقون كل المال، لا تبقي لنفسك وعيالك شيئا. طبعا نحن لا نقدر على ذلك ولا نتصور في نفسنا ذلك، لكنهم أئمة الرحمة ومعادن الحكمة وصور تجلي الإسلام الحقيقي بكل مبادئه وتفاصيله من خلال سيرتهم المباركة الطاهرة. وفي رواية أخرى تعكس لنا هذه النظرة الإنسانية الحقيقية الشاملة التي عاشها أهل البيت عليهم السلام،
حيث يروي رجل من أهل بلخ أنه قال: كنت مع الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له فجمع عليها من السودان وغيرهم، فقلت: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة، أنه لا يناسب المقام باعتبار هؤلاء من الخدم، وكانت تنظر الناس إليه نظرة العبيد. فقال عليه السلام: مه، أي اسكت أيها الرجل، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال. نجد اليوم في القرن 21 ما زالت البشرية تعاني من التمييز العنصري ومن النظرة العرقية التي لم تتخلص منها حتى الشعوب التي تدعي أنها تملك حضارة إنسانية. فنجد أن هذا التمييز باللون والعرق ما زال يشكل عقدة لكثير من الناس، وهذا التعامل التمييزي يجعل البعض يعيش حالة من الإشكالية مع الخالق تبارك وتعالى، مش بس مع الناس. يعني هو لا يختلف معك لأنه لونه مختلف، إنما دائما يسأل نفسه: طالما أزدر في العلاقة الاجتماعية وفي الوظيفة وفي العمل، فلماذا يا خالق يا رب أعطيتني هذا اللون أو هذا العرق؟ بينما مارس أئمتنا عليهم السلام النظرة الإنسانية الأخلاقية المتساوية، حتى لدرجة أنهم لم يقبلوا أن يفصلوا مائدة طعامهم عن طعام خدامهم وسائر الناس من حولهم. وهكذا نجد الأمثلة الكثيرة التي جعلت من هؤلاء المستضعفين يدخلون دين الله أفواجا، ليس لأنهم أعجبوا بالمواعظ أو بالشعارات الكبيرة، إنما لأنهم رأوا هذا الخلق الإنساني الرفيع من أئمة الرحمة عليهم السلام، فصدقوا القول بالفعل وشعروا فعلا أن هناك في الناس من ينظر إلى الناس نظرة متساوية، على أساس أن الأب آدم والأم حواء والرب واحد، وكلنا من التراب وإلى التراب نعود. بينما اليوم نسمع حتى في عائلاتنا المسلمة والمؤمنة أن كثير من العلاقات الزوجية أو مشاريع العلاقات الزوجية ترفض لأنه فلان من البلد الفلاني أو من العرق الفلاني أو لونه لا يشبه لوننا، أو يعني للأسف تشعر أن الإسلام وين والناس وين. وعندما نقول هذا لونه لا يعني ينزله درجة ولا يصعده درجة، وانتماءه إلى الشعب الفلاني، نعم في اختلاف بالعادات والتقاليد، ولكن الجيل الذي يتربى في هذه البلاد لا يشعر بهذا الاختلاف، يشعر أنه يعيش في نفس المدرسة وفي نفس الشركة وفي نفس المؤسسة، ويتعاطى مع بعضه البعض بمنطلق أن هذه البلاد تجمع من كل صنوف البشر وفيها من كل الألوان والأقوال. إنما التركيز في الدين على مضمون الإنسان، مضمونه الفكري والأخلاقي، إنما ينظر إلى عمله لا إلى لونه وحسبه. من هنا كان بلال من صحابة رسول الله، وكان صهيب من صحابة رسول الله، وكان سلمان من أهل البيت ينسب إليهم، تأكيدا لنزع هذا العنصر العصبي العربي المفتخر على سائر الناس، والتأكيد على أن الناس سواسية، وأن التفاضل والامتياز عند الله تبارك وتعالى، أن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المعيار الحقيقي الذي جسده
الإمام رضا عليه السلام. أما في خصوص الحديث عن الذنوب وابتلاء الإنسان بالذنب، يقول عليه السلام: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. وفعلا عندما نسمع دائما أمراض جديدة، فيروسات لم يسمع بها من قبل، أو أوبئة لم تكن معروفة عند الشعوب، يتعجب الإنسان لماذا هذا الهم، هذا الغم، هذه الميزانيات الضخمة التي تصرف على اكتشاف الأدوية، ولكننا ننسى أنهم ما ظلمناهم، ولكن هل نظرنا إلى الإنسان وما يفعل من موبقات وذنوب وجرائم لم تخطر ببال البشر من قبل؟ هذا ما صنع أيدي الإنسان الذي ما زال يتفنن ويتفنن بالجرائم والموبقات التي يفوق بها على الجن وعفاريته من خلال الأفكار السيئة التي تسيء الإنسان. من هنا نجد هذه المعادلة، أن الإنسان يأتي بذنب لم يكن يعمله فيحدث الله له بلاء لم يكن يعرفه. ثم نأتي إلى الأعمال التي تقرن ببعضها البعض، حتى واحد مننا ما يكون كما يقولون في اللغة الإنجليزية selective، يعني يختار من الدين شيئا ويترك شيئا، ما يناسبني أخذه. وهذا اليوم عم تصير كثير، خاصة في المشاكل الاجتماعية والزوجية، أنه في هذا الموضوع أنا أذهب مع القانون المدني، أنا أريد المحامي، في هذا الموضوع أريد الشيخ. الشريعة ليست يعني معرضا تجاريا، أنت تختار ما يعجبك وتشكل على الله في بعض المسائل، نقول لا أنا أفضل القانون المدني. ليش؟ لأنه يعطي الحضانة فرضا للأم. بعض الأحيان أفضل الشريعة لأنها تلزم الأب بالنفقة. وعندما نريد أن نعود إلى ديننا، يتحول الإنسان إلى إنسان انتقائي وانتهازي، بينما يربينا الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام على هذه الروح: ثلاثة مقرونة بثلاث. إن الله عز وجل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة: أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم تقبل منه صلاته، وأمر بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله، وأمر وبالتالي أمر بتقوى الله وصلة الرحم، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز وجل. وهذه شوفوا التوازن، أنك عابد لله في المستوى العلاقة الشخصية، الصلاة علاقة شخصية، ولكن لا تتم الصلاة إلا بعمل اجتماعي، الزكاة ومساعدة الناس. أنه أما أنت مبدع في العبادة وبعدين لا تستفيد منك البشرية بشيء، الله سبحانه وتعالى بيقول لك هذه صلاتك لنفسك، أنت حابب تدخل الجنة وتجلس في أعلى عليين، ولكن ماذا عن الناس من حولك؟ إذا كنت تبخل عليهم حتى بالقرش فهل تقبل الصلاة؟ أيضا إذا أردت أن تشكرني فكن شاكرا لوالديك، لأنه ذهني كانوا سبب وجودك، السبب المباشر القريب تنساه، هل ستتذكر السبب البعيد على الأقل البعد الذي لا نعيشه في قلوبنا وعقولنا؟ إذا لم تعترف لوالديك بالفضل، هل ستعترف لجارك ولشريكك ولزميلك؟ ونحن بالمثل الشعبي بيقولوا إنه ما في خير لأهله، ما في خير للناس. ابدأ بالدائرة الصغيرة، لأنك تجسد الإسلام من خلال ما قرنه الله سبحانه وتعالى بين أن أشكر لي ولوالديك وإلي المصير. هذه بدنا نربيها لأولادنا هون، للأسف لأنه هون بالمدارس وبالثقافة المحيطة ما في تركيز على الوالدين، على بر الوالدين. اليوم
في تركيز على من تتخذ صديقا، من تتخذ صديقة، صاحبك، وبالتالي من يؤانسك، من يلاعبك، من يفيدك. وقليل ما نجد أن هناك تركيز، وهنا تأتي دور وأهمية المدارس الإسلامية، أنه نحن لا نريد مدرسة إسلامية لنكرس نفس المنهج العلمي، هذا أمر مفروغ منه، إنما لزرع هذه القيم في نفوس الأبناء، الوالدين، أنه لا يمكن أن نصلي ثم نعصي أهلنا والدينا. لا يمكن للشاب أن يأتي غدا إلى محرم يلطم، ثم إذا ما تكلم معه والده كلمة واحدة يشيح عنه بوجهه ولا يسمع. لا يمكن للمتدين، كما نقل لي أحد الأخوة الذين يعملون في سيارة الأجرة، قال أنا في منتصف الليالي في وسط البلد أرى محجبات أمام بعض الملاهي والأماكن المشبوهة، فيتعجب يقول أين أهلهم، أين ذويهم، كيف يسمحون لإنسانة ترتدي زي الإسلام أن تتواجد في هذه الأماكن. ثم أن تتقي الله، يقولون والله هذا رجل خوش آدمي متقي، ولكن لا يكلم أخوه، لا يكلم عمه، لا يكلم اسمه، كل أرحامه لا يتعرف عليهم، ومع ذلك هو من رواد المسجد والمتقدمين في المجالس. هذا ما يصير معك، لأنه أن تتجسد التقوى من خلال أن لا تقطع صلتك بالله ومن أمرك الله بصلتهم وهم الأرحام. طبعا أنا أعرف كما تعرفون جميعا أنه في أرحام يؤذون بألسنتهم، في أرحام يفترون علينا بعض الحكايات والروايات، في أرحام من خلال أزواجهم يعيشون مسألة الحسد، فلان جاب، فلان اشترى، فلان وسع، فلان من أين. نعم في أذية بالعلاقة، ومع ذلك لا نستطيع إلا وأن نحتفظ بالحد الأدنى على الأقل، وأن لا يعادي أحدنا الآخر. وهذه أنا أعترف لكم هذه مهمة صعبة، لأن الإنسان بده يقمع نفسه التي تريد أن تنتقم لكرامتها بعض الأحيان خلال الإساءة إليها، ومع ذلك يلقي التحية والسلام، يتواصل ولو هاتفيا، يعمل على تعويد أبنائه وزوجته على زيارة الأرحام وتفقدهم، حتى لا يكتب قاطعا للرحم، لأن هذه من مقصرات الأجل ومن منزلات النقم ومن قاطعات الرزق، أن يكون الإنسان قاطعا لرحمه. ثم في الختام، عندما سأل الإمام رضا عليه السلام أحدهم عن منام رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه بمن بين ظهرانيهم وفي أرضهم، فجاء يسأل هذا الرجل الإمام عن هذا المنام، فقال عليه السلام: نعم أنا المدفون في أرضكم، وأنا بضعة من نبيكم، وأنا الوديعة عندكم، والنجم الآفل في ترابكم، ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى في حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة. زيارة غريب الغرباء سلام الله عليه. ومن كنا شفعاؤه يوم القيامة نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين من الجن والإنس. هذا كرم وفضل الاعتقاد الحق بأئمة أهل البيت سلام الله عليهم. من زارني في غربتي، يعني هو الحث على توثيق هذه العلاقة حتى يستقيم الإنسان في حياته، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه، من افتقد زمام ارتباطه بقيادته، من ركب سفينة دون ربان أخذته الأهواء والأمواج يمنة ويسرى. من هنا كان التأكيد على الارتباط العاطفي والعقائدي والفكري والوجداني بأئمة أهل البيت عليهم السلام، حتى تبقى روح الإنسان وعقله وقلبه منشدا إلى مصادر النور
والعلم والمعرفة والطهر والتقى، وأن تبقى حجة الله قائمة على الناس من خلال أئمة عليهم السلام سواء كانوا أمواتا أو أحياء، لأن هذه الحجة دائما هي مبعث للإنسان في العلم والعمل والجد والاجتهاد والاستقامة والنزاهة. رزقنا الله وإياكم في الدنيا عاجلة زيارتهم وفي الآخرة خالص شفاعتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وبركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين. اللهم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى أئمة المسلمين علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن صاحب العصر والزمان. اللهم هؤلاء أئمتي أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى والعروة الوثقى، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأموات منهم والأحياء، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك قريب مجيب الدعاء. عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اتقوا الله فيمن تعولون، واتقوا الله فيما أنتم مسؤولون عنه غدا يوم القيامة، اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن أرش الخدش. في هذه الأيام يجتمع العالم بممثليه الرسميين في الاجتماع الدوري السنوي في هيئة الأمم في نيويورك، وهذه الدورة لا تختلف كثيرا عن سابق الدورات في تكريس منطق الهيمنة والسيطرة العالمية من دول معينة على سائر دول العالم. هذا الواقع الذي لم يعد يخدم البشرية، على اعتبار أن هذه الهيئة أسست بعد الحرب العالمية من أجل حل النزاعات وفض الاشتباكات وضمان السلم العالمي، بينما اليوم نجد أنه في العديد من الحروب التي خيضت مؤخرا لم يكن هناك قرار وإجماع من الأمم المتحدة على خوض هذه الحروب، ومع ذلك تم تجاوز مقررات والاتفاقات، وبالتالي تكريس منطق أن القوي يعمل بقوته وأن القوي لا يحتاج إلى إذن بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي غيره. هذا المنطق اليوم بدأت الأصوات تتعالى بضرورة تغيير. هناك واقع جديد يفرض نفسه، ولا تحتاج البشرية إلى مزيد من سفك الدماء والخراب لكي ترسم خارطة عالمية جديدة. لا، مفروض أن يكون هناك منطق واقعي يسلم فيه البعض للحقائق المستجدة. الحقائق المستجدة أن هناك دول واقتصاديات هرمت وعجزت وتقع تحت الديون، وهي مهددة في كل لحظة في إشهار إفلاسها، كما يجري اليوم في اليونان أو في إسبانيا أو في دول أخرى، كما هي الأحاديث والتحليلات عن اقتصاديات الولايات المتحدة. وبالتالي هناك دول نامية وصاعدة كالبرازيل والهند وغيرها
وعليها أن تأخذ حجمها الطبيعي في السياسة كما تأخذ حجمها الطبيعي في الاقتصاد. هذا الإصرار على تكريس الهيمنة التي تمسك بها أوروبا والولايات المتحدة بناء على انتصار حلفهم في الحرب العالمية، هذه تجربة ووصفة انتهى وانتفى مفعولها. وبالتالي الشعوب اليوم تتوجه نحو التطلع إلى تشكيل جديد في العالم يكون أكثر التفاتا إلى قضايا العدل، إلى قضايا التنمية، إلى قضايا مساعدة الدول الفقيرة والقضاء على الفقر وعلى المرض وعلى تهديد المجاعة لملايين البشر في أفريقيا وغيره. إذا البشرية لم تنجح في هذه المسائل الأساسية، كل الإنجازات الأخرى التي يتحدثون عنها لا تشكل فعلا، يعني لا تفرض واقعا يحق للإنسان معه أن يحصل على الاحترام والتقدير. صح اليوم يعني معظم شبابنا يعني يشدون أعصابهم ينتظرون صدور النسخة الجديدة من الآيفون، ولكن هذا الاختراع وهذا الاكتشاف مع كل البرامج المتطورة التي فيه لا تمنح الإنسان ضميرا وشعورا إنسانيا أن يلتفت إلى من حوله من الفقراء والمستضعفين والمرضى والمعذبين في العالم. المفروض أن تكون الأعصاب مشدودة باتجاه مشاريع الخير ومشاريع التخفيف عن كاهل الناس المعذبين في العالم، وأن نسهم كل في بلده على الأقل في أي مشروع اجتماعي أو خيري يساهم في تبديد آلام وحاجة وفقر وعوز الناس. ويعني أمنيتنا وتطلعنا كبير إلى شبابنا وشاباتنا اللي عم يتعلموا ويتخرجوا ويشتغلوا هون أن يكون عندهم هذه الالتفاتة، هذه الالتفاتة، وهي حتى موجودة في بعض من نشاطر العيش في هذه البلاد، حيث بالأمس عاد رجل من كيبك فرنسي إلى هذه البلاد بعد أن أمضى سنوات طويلة في إندونيسيا يساعد الناس هناك على نقل الماء إلى القرى التي لا يتواجد فيها ماء. الناس تلتفت إلى بعض أمور الخير ويشعر أن حياته في هذه البلاد أكلا وشربا وطعاما وتمليا وتلغيا لا تشكل له معنى يفرض احترامه وتقديسه للحياة، فيذهب يفتش عن فعل الخير، يبعد نفسه سنوات عن هذا المجتمع، بيكون عنده شيء ليعتاش منه، ثم يشعر بعد عودته أنه قام بإنجاز كبير. نحن المسلمون أولى بذلك، ونحن بلادنا تعاني وشعوبنا تعاني، ونتمنى على شبابنا وشاباتنا وهم في غمرة الالتهاء بالتقنيات الحديثة وبالحصول على آخر ما اخترعته وما أنتجته الشركات الكبرى التي تجني الملايين أن يخصصوا وقتا من عمرهم وشيئا من حياتهم للالتفات إلى المشروعات الخيرية وإلى مساعدة المحتاجين وإلى القيام بعمل يكون لنا ذخيرة في الآخرة وشعور بالرضا عن النفس في الدنيا، لأننا لا نعمل فقط لذواتنا ولا تهمنا فقط أنفسنا، إنما نلتفت أيضا إلى من هم بحاجة إلى عنايتنا والتفاتتنا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة والأخوات لهذا النوع من العمل، وأن يكون الأهل مشجعين لهم. يعني ما مفروض الأب يقول أنك لا أنت تخسر من عمرك سنة إذا لو رجعت إلى بلدك تعمل في مشروع خيري، لا يقول أن هذا أمر لا يساعدك في تحصيل المال أو في الوصول إلى وظيفة، إنما علينا أن نركز دائما على مسألة الأجر والثواب في نفس الوقت. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، أكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالمعرفة والعلم، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة،
واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.